سيبيها يا خالته، انا مش زعلانه، تعودت اتفرج وبس. انا بنتي متربيه احسن تربيه. ما تكلمي عادل. لا عادل ولا عاود، نرجع البيت احسن برضه. البنات اسرار. يا ياسمين بتصلي؟ 1500 دلوقتي و500 الصبح قبل العمليه. مين اللي عمل كده؟ انت كده بنتك عينيه دي وخرصه. ما تتكلمش ما تتكلمش. انت فهمت الدين على مزاجك يا علي، قررت ونفذت كمان، دي جريمه. ده الهلال السكوت عليه هو اللي مودينا في داهيه. ما فكرتيش في كسره ابوك دلوقتي وهو رايح يتسلل الواد الوسخ ده هو واهله؟ اسرار البنات. عزة ابو عوف. هقتله لو حصل لها حاجه. دلال عبد العزيز. قلت يمكن ربنا يكرمها وتتجوز بدري بدل ما تتجوز كبيره زي حالاتي. مايا شيحه. شريف رمزي.